يا همام، ده آخرة المعروف. خص عليك بس لما أشوفك. ولما تشوفيني هتعملي إيه؟ طب أنا قدامك ها. أنا زمجانة منك. ليه؟ كيف تهملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش، كل أهل الناجع مشغولين في الأرض وفي المحصول. اقعدي. طب لفين؟ لفين الهبابة السودة دي؟ أدي الساعة مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع؟ مناع خلاص مش هيعاود ناجع من تاني. ليه؟ أخوي جرى له حاجة وليه؟ ما فوش حاجة، بس زي ما تقولك دي يعني ولف على العيشة الطرية، ما بقاش لادد عليه الناجع ولا أهل الناجع، ولا عاد يسأل في أهل الناجع كلهم. عشان كده احنا لازم أنا وانتي نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام؟ عمال تلف وتدور علي. أنا فكرت يا نسمة ولقيت إن احنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي ايه؟ نتجاوزه. كيف؟ أنا أقول لك كيف؟ كيف؟ شوف يا نسمة، أنا الليلة دي مش هسيبك غير لما تقولي مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرالك ايه يا همام؟ فيك ايه؟ قول يا نسمة. أقول ايه؟ مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. بعد عني، بعد عني. حمليني، حمليني. مفيش راجل. اخر مكالمه عملها مناع كانت في المنطقه دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربيه نازل في منطقه تانية خالص. يبقى اكيد رماه بعد ما خلص المكالمه. بس المكان اللي سيادتك اشرت اليه بيقول ان هو في طريقه لعزبته، علشان كده انا بعتت قوه تحاصر المنطقه وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقه ونهربوه عن طريق الصحراء. الو، ايه بتقول؟ ايه البيوت كلها فاضيه والارض ما فيهاش مخلوق؟ أمال فين تحرياتك يا حضرة الضابط؟ اسمع، خلي القوة كلها تعسكر هناك، وأنا هبعت لك إمدادات فورية، عاوز المنطقة بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. إيه الحكاية؟ هي عيلته كلها هربت معاه ولا إيه؟ لو راحوا فين هجيبهم، يعني هجيبهم. ليه يا همام؟ عملت فيك إيه؟ عملت لك إيه؟ خلاص يا بت، هتعمل لنا حكاوة؟ اروح لاهلي كيف؟ اقول لهم ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي، هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغايه ما نشوف صرفه. وهل يسكتوا؟ كاني معزه وتفشت. وانا اعمل لك ايه يعني؟ انت اللي جيتيني برجليكي من ورا اهلك ومن ورا ناسك، وما فيش لوم على راجل. يعني شهامتك ورجلتك معاي؟ طيب، طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين؟ أنا هقول إني شفت أختك وهي بتسرق الدفتر، وجيت وراها لحد هنا، وأنت شفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك أنت وعيشك. هتعملي إيه؟ تعالي، تعالي ما خلالة، تعالي هنا، تفضحيني ولا إيه؟ بعد عني، بعد عني، ما دام فضحتني يبقى هفضحك. يا ناس اقدمي، اقدمي خشمك، ما دمت تفضحيني يا ابو الخصم اللي تهون. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي، اسكتي يا حلالي. بقول لك ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة، لو نسألك لطم كلمة واحدة أنا أقطعهولك، فاهم ولا لا؟ تعال معاي، تعال.
غبي يا همام غبي، كان لازم تتكلم معايا قبل ما تعمل عملة زي دي. اللي حصل يا خواجة، المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه لما عيلة حسان تعرف؟ دي هتولع او هتخرب. غبي غبي، كل حاجة بتبوظها بالتهور بتاعك ده، ودلوقتي هم عندهم السلاح الجديد. سلاح ايه يا خواجة؟ سلاح ايه؟ احنا دلوقتي في المصيبة ولا حصلت؟ انتوا متأكدين انها ماتت ولا لسه فيها النفس؟ يعني ده غرقانة في دمنا. يبقى لازم تاخدوا واحد قلبه ميت يشوف اذا كان لسه فيها النفس يخلص عليها. روح يا شوقي، روح انت. مين قال لك ان قلبي ميت؟ ما تروح انت. بس انتوا الاثنين، ستيف خد شوقي هيوري لك المكان فين وانت عارف هتعمل ايه. وانت همام خلي الرجاله بتوعك يجهزوا بالسلاح. هالك يلا يا رجالة دوروا عليها في كل حتة. بنتي فين يا ناش؟ هاتولي بنتي، هاتولي بنتي. اصبر يا وجيدة، تلاقيها راحت عليها نوم هني ولا هني. شاهين لقيتوها ولا لسه؟ قلبنا الارض من شرقها لغربها. وانت يا بكري؟ انا وعصرنا وبالخير طرنا في طفل جبل كله ما لقيناهاش. يمكن تكون راحت ناحية العين. ايه اللي هيوديها ناحية العين بس؟ في ايه؟ مالكم؟ اختك يا مناع زي ما انت شايف بتدور عليها ومش لاقينها في اي حته. مناع مناع يا ولدي، دور على اختك يا ولدي، مش عاوزها تغيبك دي. يوم انا جاي هربان والدنيا كلها بتطردني وما ادور على واحده تايهه. لا اله الا الله، وين اللي جفطنا هنا؟ هي اللي صممت تاجي معانا. كيف اروح واختي ما عودتش يا مناع؟ رجاله بيدعبسوا عليها في كل مكان، وانا متاكد انهم هيلاقوها نايمه هنا ولا هنا. اه يا بنتي، يلا يما خد الحريم وروح دلوقتي واطمني، حنقلب الدنيا عليها ونلاقيها بامر الله. بكري كيف اروح؟ شاهين كيف اروح؟ يلا يا بكري خد الحريم وعاودوا دوروا عليها في كل مكان. اقول لك ايه يا عم؟ قول يا ولدي. يا بنتي خواجه بيني هنا، بيني هنا ومعاه الخواجه بتاع الاصهار وخواجات كثير ومعاهم برضو حريم. اجوا على هني هربانين من الحكومه. طب وانت هربان من ايه؟ حبيت اخلص من الخواجه ووقع بينه وبين الحكومة، لكن ابن الجزمة قدر يهرب ويكشف ورق للحكومة. وما لقاش فيه غير إهليه عشان يهرب، يا بجحتهم جم لقدرهم إيه بأمر الله. تنساش يا ولد إنهم واقعين في حمى البندرية وهمام موالس معاهم. رح يوقف بيني وبينهم أطحن. فين يا شوقي؟ ربنا كانت هنا، راحت فين؟ الدم أهو نصيب لا يكون لجيوها. يا بوي يا بوي يا غناع خبره يا بوي. بت بت يا نسمة، بت بت نسمة نسمة اللي صابك يا بنتي. نسمة، مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلام! نسمة فوق وكلميني. نسمة رد علي يا بنتي، رد علي يا بنتي. بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يا امه يا مار، امر الله نفس. معلش اسمع ولا صوت. رد علي يا نسمة، عمي رد علي يا بنتي. ما
مع الرجال والسلاح وأمن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا أنت في الكبلة. خلصت. خلي المشاة تدخل الجبل وتقابلنا المدرعات الناحية الثانية من الصحراء. في ريحة غريبة في الجو. شمتها أول ما وصلت، ما بقاش عندي شك واحد في المليون إن الجبل ده مزروع بالمخدرات. علشان كده لازم نكون حذرين في الهجوم بتاعنا. كده سد العميد، إحنا محتاجين دعم جوي. إدي أوامرك بالتحرك وأنا هتصرف. تمام يا فندم. مفيش صبر ولا كلام. البندرية رفضوا يسلمونا همام الخاين، رفضوا يسلمونا الخواجات، وعشان أكون بريء من دمهم قلت اللي هيدخل داره ويقفل بابه عليه هيتحرم دمه علينا. غير كده هو الجاني على روحه. شدوا حالكم يا رجالة، عايزكم يد واحدة وبإذن واحد أحد مش هتطلع عليهم سمس. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا بندر. انت ورجالتك هتهاجم نواحي عيلة البندرية، وانت عم ناجي هتهاجم من عند العبايدة، ولو حد فيهم يفكر يضرب بيوتنا بالقنابل هيلاقي عم مغاوري ورجالته. وانت يا بكري معايا انا ورجالتي نلف من ورا الخواجات. يلا يا رجاله توكلوا على الله. التهور بتاعك ده هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقيتني بسكاتك يا خواجه، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركه؟ مش يمكن انا ورايا عيله تاكل اللحمه نايه يا خواجه، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ اضربوا خليهم يجربوا، احنا ننتفهم بالقنابل. اديني قنبلة يمكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خد اكوي ارميها انت الدار اول. دول بيرموا قنابل يا عم ناجي، بيرموا قنابل. الدار يا رجالة، ارجع ورا اول، ارجع ورا. قتلنا فروج، خدوا اضربوا شوق. قنابل طلعت في شيء، اهجموا رجالة. قنابل زي عدمها شوفي. اضربوا الرجالة قبل ما يهجموا علينا. يا شوقي يا شوقي يا شوقي انت يا ما تنزع يا شوقي، خذ القنابل دي من بتوع زمان. اضرب يا رجالة، اضرب يا شوقي، اضرب خذوه. وقعوا زي الفروج، قتلناهم كلهم. فينك يا همام؟ تشوف عملنا فيهم ايه؟ ايديه ارمي سلاح الجراد، ارمي سلاح الجراد الكل. هرمي هرمي يا بندرية يا كلام يا اولاد الكلام قدامي. هات ايه
فين همام يا ولد الكل؟ فين همام؟ انطق ارقد يا ولد ارقد. فين همام؟ تكلم. همام في بيت الخواجات والبيت محمي ومحصن. لا مش هتقدر توصلوا له. يا خلاص يا ولد الكل، مناع ورجالته زمان وصل لهم بالوقت وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي، عنموت كلنا. القنابل يا فراد شهيد، خد لك ساتر يا ولد، هنموت كلنا مع بعض. عايزين انت التاني؟ يا همام يضحك يا سي همام. عايز ايه؟ بيتكم يا سي همام يتطبق على امك. ايه؟ النار مشعلة فيها. امي. الدرية كلها مولعة. امي. أيوة. تعالوا ورايا. تعالوا ورايا كلكم. راح فين يا مجنون؟ خد رجالك تجي معاي وهدوا المخلوبة دي. بيت ابوي مولع. بيت ابوي مولع. مناع مناع الحاجة مناع. همام بيهرب. خافش. همام ما يقدرش ينفد من يدي. الرجالة يطلعوا مكان الحراسة عندهم. الخواجات ما قدرش يفرقوا بين رجالتنا وبين رجالة البندرية. قصدك ايه؟ عاوزهم يحرسوك؟ عايزهم يا اما نظهر لحد ما نخلص على الخواجات. امسك ده اسرارك. على هون. امرك بس بدري. هنقعد ازاي من غير حراسة؟ لازم نهرب. نهرب نروح فين؟ دلوقتي ما قدمناش غير ان احنا نحمي نفسنا بنفسنا. هي كده. انا هطلع فوق السطح احميكم وهرشهم كلهم من فوق. يلا تعالى معايا. انت قدام الباب من هنا وجو من الباب الوراني. يلا وانا وانت نقعد نصلي ربنا انه ياخد اجل مناع. يلا. انتوا ما رحتوش مع همام ليه؟ سي همام قالنا نقعد نحرسكم. فيكم الخير، لو حد قرب اضربوا نار على طول. ما تعولوش هم، هنقوموا بالواجب. الهم ده مش هيزول غير لما ضرب النار ده يبطل. حرس ايه صوت ضرب النار ده؟ سمعت حاجه غريبه؟ في خطر علينا؟ ايه وانا خطر عليك وعلى خلفوه؟ يا جمال طوق الضرب فيهم. خدك ساتر ونادي الولاد. محدش هيسمعك يا خواجة، الميتين ما بيسمعوش حد. مناع صديقي كفاك يا لعيب يا نبط شطاني، احنا خلاص وصلنا للنهاية. مناع انا بستسلم. مناع مناع ما تنساش انا كسبتك فلوس كتير. اخلص الكلام يا خواجة. مات زي الامان اللي موتوه، رميته تحت رجلينا الفلوس، ثمن الأرض اللي بوظتوها والخراب والدمار اللي زرعتوه. معيش أسمعك تاني وانت بتتوسل زي الكلب وتطلب الرحمة، ما تستاهلهاش. اللي زيك ما يستاهلش يعيش. حسنا دي عشان الدكتور جمال، ودي عشان ابوي، ودي عشان ما تعود شيل الدنيا تاني. يلا مناع يلا عشان نلحق همام. يلا بينا. يلا وديني لحرق قلبك على اهلك وناسك، وديني لولع فيهم كلهم. يلا رجاله يلا رجاله.
أموت. يرد علي ويقول لا لا لا. أبوي رد علي أبوي. لا أبوي لا. بيضربوا بيوتنا يا مناع، بيضربوا بيوتنا. العدو يا مناع. ولاد الكلب شيل سلاحك ويا الله. أبوي أبوي يا مناع. أنت راجل والله مرة. شيل سلاحك وصلني. كيف ما طربك بيت أبوي؟ لازم اطربك بيت ابوه. مغاوري واقف يحرسوا هناك. انا معايا قنابل شديده، لو رميتهم على البيت هيجيبوا عليه وطيه. قبل ما تقرب هيكون مغاوري مغربلك. احمي ظهري انت ورجاله، ما تخافش، انا عامل حسابي. هلف من ورا البيت واقول ما تلاقيني قربت اضرب نار على مغاوري، حاول تشغله، وبعديها هتلاقي البيت ده كوم تراب. اضرب يا رجالة. اللي مات وما ارحمك مناع. ايه عايز تقتلني يا صاحبي؟ مش هتلحق يا مناع، مش هتلحق يا صاحبي، لان انا اللي هقتلك. اقتلني اقتلني يا مناع، انت معاك سلاح انا ما معيش. مين قال لك اني هقتلك بالسلاح يا خسيس؟ تقدر تغلبني المرة دي يا مناع، عارف ليه؟ لأنك لو قتلتني هبقى برضه أنا اللي غالبك يا مناع، هبقى برضه أنا اللي غالبك، عشان قتلي مش هيردلك شرف أختك يا مناع. شرف أختي دمها غسل عارها، لكن دمك أنت الزفر، هنجس بالأرض اللي خربتها. مناع عارف الخنجر ده؟ الخنجر ده مناع انت فاكره زين؟ خنجر المسموم، المسمومه مناع. كيف ما قتلت عمي بيه انا هقتلك. يكفاك يكفاك ان انا ما عارفش ان انت قتلت عمي. هقتلك يا مناع، هقطع ضيق. أقتلك يا مناع. مناع مناع مناع. Thank you.
مناع! انت تصبت يا مناع! ده الخنجر مسموم! ما عادتش تفرق يا لافي. مناع! مناع! الحكومة ناسها في الجبل! نضرب عليها النار ولا ايه؟ خلاص يا زازور، ما عادش لي حاجة عايش عشانها. كل حي يعمل ما بداله. تغريب فيك حاجة يا بنت
مناع واد عم سمح حوك فيك ولا ايه مالك؟ بجري قلت غريب واطلع على سوهاج على طول قبل الحكومة ما تدخل وديها في العنوان دي وهملك كيف يا مناع؟ ده انت بتموت ملك الصالح روح يلا تغريد روح يا بكري خليني اشارك روح رجع الجراح تمام يا فندم الدمار شامل وبيوت كتير طالع منها دخان وجثث القتلى في كل مكان والدعم الجوي لسه مطلوب؟ لا يا فندم ما اعتقدش اننا محتاجين دعم جوي دلوقتي الحكايه خلصت خلاص طيب احنا راجعين للقاعده تمام كله تمام يا فندم مع السلامه واضح انهم كانوا بيقوا ارهابيين اجانب كده تبقى المعلومات صحيحه وليلى كلها بتشتغل في المخدرات والجاسوسيه في ناس احياء هنعرف منهم الحقيقه كامله انا امرت بجمعهم كلهم Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo.
بعد عمل التحريات اللازمة، قامت قوات الأمن بالتعاون مع سلاح الجو في حرس الحدود بتمشيط المنطقة بالكامل ومحاصرة المجرمين والتعامل معهم والقضاء عليهم دون تعريض حياة جندي واحد للخطر. وقد تم اقتحام مملكة الجبل والسيطرة عليهم بالكامل وضبط كمية كبيرة من أطنان الحشيش والأسلحة. تعال راجل، انت تعرف جثة مين دي؟ ايوه هذا من على حويطي، شفت امبارح في العركب اللي بسده. مين اللي قطع راسه؟ قطع الاداء، ما كل الرجاله راحت عليه العوض، منك العوض يا رب. بس احنا فندم لازم ناخد البصمات ونعمل تحليل الدي ان ايه. بلا بصمات وبلا دي ان ايه، هو ده مناع الحويطي. خلصنا. قد تم القضاء نهائيا على بؤر الفساد وقتل افراد العصابات وزعيمهم مناع حسان وجاري التحقيق مع من تم القبض عليهم احياء. نورهان مرتي وحبيبتي وضي ايامي، لما يوصلك الجواب دي مش عارف اكون فين، حياتي او موتي بيد علام الغيوب. والصدر بنتي بعتلك اخر وصيه. ايوه بنتي يا نورهان، اخر ما خبيت عنك من اسرار، نظره واحده في عين البت تعرفي كل اللي قاسته المسكينة وامها الطيبة بسبب السكة اللي مشتني فيها الظروف، واللي عشت عمري كله بحاول اجعلها سكة خير لكل اللي حواليا. لكن الماضي والناس والايام وقفوا في سكتي زي غيلان سدت الطريق وحرمتني من مجرد الحلم الدنيا الجديدة. وسط بشر احبه ويحبوني، وانت يا نورهان الحلم اللي كنت كل يوم اسال ربنا ما يصحنيش منه عشان احتمي تحت جناحك الحنين من برد الليالي وقسوه الايام. خلي بالك من تغريد يا نورهان، تغريد البريئه الطاهره مش لازم تتحرم من ابسط حقوقها. الحياه في النور، خليها تعيش مع اخواتها جوا قلبك اللي يساعي الكون كله. اغفري لي يا نور، افتكروني كلكم بالخير رغم كل أخطائي وذنوبي وكل الألم اللي سببته ليكم كلكم. ما كانش قصدي، صدقيني ما كانش قصدي غير الخير. وصيلي العيال، مع السلامة. مع السلامة يا أعز الناس. كيف جرحك يا ريس؟ أنا بخير يا زرزور. إيه الحاجات اللي أنا حصلتها من البيت؟ قدرتش أهرب منها، كأنها قدري. كله ورايا، يلا يا رجاله. مش حظ ولا بخت، خلوا بالكم بالراحه وهم ومهالك. يلا عمري مش صعيب مهلوك على هالك. مش حظ ولا بخت،